طيب بصوا شباب، على قد ما لعبة النهاردة هي لعبة مختلفة تماما من نوعها عن الألعاب التقيلة اللي تعودنا عليها من منصة إيبك الأسابيع اللي فاتت، اللعبة نقدر نقول هي لعبة جيرني، لعبة مغامرات، ولكن لعبة ممتعة وشيقة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. تابعوا الفيديو للآخر. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه This is محمود نعمان، وفي الفيديو ده من سلسله اروع الالعاب الاوريجينال الاوفيشال المجانيه معانا لعبه الاسبوع من منصه ايبك. طبعا النهارده الخميس وزي ما تعودنا كل اسبوع، ولكن النهارده هم عرضين في عرض. هنيجي على منصه ايبك وهنختار من ستور، هنشوف ايه الفري جيمز اللي موجوده معانا النهارده. معانا اير ميموريز اوف اولد، ومعانا مفروض سترينجر سينجز 3 اللي كانت نزلت في مسلسل كان حصري على نتفليكس. فخلينا نروح على اللعبه الاولى، وزي ما احنا شايفين بيضه قوي الهوم بيج الخاصه بيها. طبعا اللعبه دي مفروض ان هي ب$7، ولكن والله لعبه شيقه بالرغم من ان هي رخيصه، بالرغم من ان هي اللعبه اوبن وورلد ادفنجر فيها اكسبلوريشن او نقدر نقول استكشاف. اللعبه مفروض نزلت بيقولوا افيلبل 2020، انا مش عارف على منصه ايبك ولا المقصود الريليز ديت بتاعها. البلاتفورم بتاعها ويندوز، ومفروض ان هي بلس 10، يعني اي حد عمره اكبر من 10 سنين يقدر ان هو يلعبها. ودي الفيتشرز بتاعتها زي ما احنا شايفين، دي ريفيوز. نيجي بقى لمواصفات التشغيل، رامات 2 ورامات 1، مش هينفع انها تشغل اللعبة. ممكن تشتغل على ويندوز 7 8.1 او 6، مفروض ان هو 64 بت، والبروسيسور بتاعنا 3 جيجا هرتز ديبل كور. طبعا بنتكلم على اقل مواصفات، ومعانا رامات زي ما قلنا 4 جيجا، عشان كده قال لي فوق 64 بت او 64 بت. والستورج 3 جيجا، هنا يقصد بالمساحة اللي على الهارد ديسك. وطبعا الدايركت اكس فيرجن 11 11، والجرافيكس معانا جي فورس جي تي اكس 560 او اي ام دي اتش دي اللي هي سيريز 6000 او 6870. واللغات اللي بتدعمها اللعبة زي ما احنا شايفين اللغات ديت، ولكن مفيش اللغة العربية. بكل بساطة هنيجي فوق على البوتن اللي مكتوب عليه جيت، هندوس عليه بالشكل دوت. طبعا انا عارف ان انا بكرر الكلام بتاع كل مرة، ولكن انا بكون مراعي ان في ناس بتشوفنا لاول مرة. هيجي يقول لك لودنج يور اوردر، هيفتح لي البيج الخاصة بالريفيو اند بليس اوردر، وبيقول لي هنا السامري انها اللعبة البوستر بتاعها اسمها سعرها بعد الخصم بقت زيرو. هنا تقدر ان انت تشيك المارك دي علشان لو وانت عايز تستقبل نيوزليتر او اخر الاخبار من الديفلوبر بتاع اللعبه. وهنعمل دلوقتي بليس اوردر، قال لي كونفيرمينج ثانك يو، وفي ميل مفروض ان هو بيجي لك، وبيجي نوتيفيكيشن ان اللعبه تقدر تعمل لها انستول دلوقتي او تشوفها في اللايبرري. طيب هنرجع للعبه الثانيه بتاعتنا النهارده وهي سترينجر سينج 3. لو دخلنا عليها بالشكل ده مفروض ان اللعبة تقريبا 2D، هنشوف دلوقتي مع بعض من الفيديو اهوت زي ما احنا شايفين. يعني اللعبة مش قوي يعني، ولكن قلنا بعين الاعتبار نذكرها في الفيديو بما انها نازلة معانا كلعبة فرعية. طبعا اللعبة سعرها $5. تقدر ان انت تشوف بقية المواصفات، الديفولوبر بونس اكس بي، وهو برضو الببلشر. واللعبة دي مفروض 26 جون 2020، تشتغل على الماك وتشتغل على الويندوز، والريتنج بتاعها تين، ومفروض انها اكشن وفيها كوبريشن ومن نمط المغامرات برضو. ودي شوية معلومات عنها، ولو نزلنا تحت كده هنشوف المواصفات. طبعا رامات 2 جيجا تشغل معانا، مايكروسوفت ويندوز 10 64 بت اونلي، معرفش ليه رغم ان الرامات 2 جيجا. معانا هنا البروسيسور انتل كور تو ديو 2 جيجا هرتز او اعلى، وزي ما قلنا رامات 2 جيجا، الاستورج 2 جيجا برضو، الجرافيك حتى لو 256
فيديو كارد مش هيقول لك حاجه. شيدر موديل 4 لازم يكون سبورتنج، ودايركت اكس 9، ودي طبعا اللغات بتاعتها. بكل بساطه هنطلع فوق هندوس جيت بالشكل دوت، هيفتح لي البيج الخاصه بالاوردر بتاع اللعبه، لودنج يور اوردر اهوت، وده السمري. كل اللي هنعمله هنعلم لو انا عايز، وهعمل بليس اوردر كده اللعبه ثانك يو نزلت، وهيجي لك بيها ايميل، ومفروض انها تروح اللايبراري. اللايبراري تقدر تشوفها من هنا او تشوفها من هنا. تعالوا نروح على اللايبراري ونشوف لعبتين بتوع النهارده. لو نزلنا كده شويه هنلاقي عندي استرينجر موجودة فين؟ استرينجر اهيت، ادي اول واحدة او التانية اقصد استرينجر، وطبعا التانية موجودة معانا اهيت اير ميموريز اوف اولد، نقدر ان احنا نحملهم وبس. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى مشاركة الفيديو، اتمنى نوصل ل 200 لايك، والناس اللي بتشوفني الاول مرة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات عشان ما يفوتكش كل جديد، والمفاجأة ان شاء الله باذن الله تابعوني الفيديو اللي جاي عشان هيكون مهم جدا عن لعبة محاكي الشاحنات الاوروبية، الناس اللي طلبت مني ازاي نلعب اونلاين مود على لعبة محاكي الشاحنات الاوروبية، هنعرف دوت في الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير، سلام.